ما استطعت أن يكون العمل بينك وبين الله فلا تعدل عن ذلك، فإنه أعظم لأجرك وأقرب للقبول، وهو أعظم تأثيرا في القلب من العمل إذا ظهر، لأن الإنسان يفعله ولا يرجو من أحد شيئا، كما قال الله تعالى في الصدقة، صدقة الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مما يعين على هذا أن يخفي الإنسان نفسه في العمل الصالح. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص.